السلام عليكم. اليوم هو 3 مايو، اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو اليوم الذي قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتباره يوما عالميا لحرية الصحافة، تأكيدا على الالتزام الدولي بقيم حرية الرأي والتعبير. لكنه يوم مختلف بالنسبة للصحفيين اليمنيين الذين قدموا من أجل حرية التعبير أكثر من مداد القلم وأكثر من المكابدات. لقد قدموا أرواحهم، يبحثون عن الحقيقة بالكلمة والصوت والصورة وهم ينقلونها للناس. كان الرئيس الشهيد ياسر عرفات يقول إن الثورة ليست بندقية ثائر فحسب، بل هي معول فلاح ومشرط طبيب وقلم كاتب وريشة فنان. وكان شكسبير يقول إن مداد الكاتب والصحفي مقدس مثل دم الشهيد، فكيف بالكاتب والصحفي اليمني الذي قدم من أجل حرية بلده مداد قلمه وقلبه؟ لقد توقفت خطوات أحمد الشيباني وهو يجري في الشارع محملا بالكاميرا قبل أن توقف رصاص القناص خطواته وهو في منتصف الطريق، بينما ترك محمد اليمني كاميرته مضمخة بالدم، وهو الصحفي الذي انطفأت عيناه ولم تنطفئ كاميرته. وتوقف النبض في صدر قابل والعيزري حينما تم وضعهما دروعا بشرية في مخازن الأسلحة، وهي الظاهرة التي لم تحصل في تاريخ أي بلد. الصحافة في بلادنا تعيش ما يمكن أن نطلق عليه بالمرحلة السوداء لحرية الصحافة، الذي لا يزال فيه إلى لحظة برنامجنا هذا صحفيون مختطفون لدى ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. فكيف تتجاوز الصحافة اليمنية هذا المنعطف الخطير وهذه المرحلة السوداء للانقلاب؟ وأين دور الاتحاد الدولي للصحفيين تجاه حرية الصحافة في بلادنا؟ وأين دور المنظمات والمؤسسات المهتمة بحرية التعبير في العالم إزاء ما تتعرض له الصحافة؟ حول هذه الأسئلة مشاهدينا ستكون حلقة المساء لهذا اليوم، فكونوا معنا ولكن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. يعتبر هذا العام من أكثر الأعوام انتهاكا لحرية الصحافة. يوم عالمي للصحافة، بلا صحافة في اليمن، هكذا بالإمكان وصف العام 2015 الأسوأ في تاريخ الانتهاكات التي طالت الحريات الصحفية في اليمن، حيث شهد العام الماضي أكثر من 300 حالة انتهاك كان جلها من نصيب ميليشيا الحوثي بحسب لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين. وخلال العام ذاته وثق حتى الآن مقتل 13 صحفيا واختطاف ما يزيد عن 80 صحفيا، لا يزال 15 منهم في سجون الميليشيا. كلفة باهظة للحرب يدفعها الصحفيون في اليمن، كونهم أكثر الأطراف ملاحقة واستهدافا من قبل الميليشيا التي تأنس لأصوات القذائف ويثير رعبها مرأى كاميرا. فقد قامت ميليشيا الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء بمداهمة مكاتب القنوات الفضائية المحلية والدولية والصحف ومواقع الأنترنت ونهبت محتوياتها. سجل ضدها أكثر من 30 حالة إيقاف لوسائل الإعلام ومصادرة كاميرات وممتلكات وحجب أكثر من 50 موقعا إلكترونيا محليا ودوليا. المئات من الصحفيين والمشتغلين في مجال الصحافة فقدوا وظائفهم بعد أغلاق ومصادرة المؤسسات الإعلامية، ما تسبب بمغادرة الكثير من الصحفيين خارج البلاد، لكنهم لم يسلموا أيضا من العقاب. فقد عمدت الميليشيا لإيقاف رواتب الصحفيين المناهضين لسياستها وتم فصل العشرات منهم. تمضي الصحافة في اليمن باتجاه واحد بعد إلغاء وحجب كل المنصات الإعلامية التي كانت تضمن ترجمة حقوق الناس ونقل قضاياهم. سلطة الخوف والكراهية ضد الحريات كانت اليد الطولة في إخماد كل الأصوات المعارضة للميليشيا منذ سيطرتها على أدوات السلطة، وتمكنت بعد سلسلة من الجرائم من إعدام شهود الحقيقة وإفراغ العمل الصحفي والنقابي وتجريفه من محتواه، كان آخرها تجيير الميليشيا لوسائل الإعلام الرسمية من أجل نشر ثقافتها والاحتفاء بأصنام الحرب. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ نبيل الأسيدي، عضو نقابة الصحفيين من سويسرا. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور أستاذ نبيل. في 3 مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، ما الذي يمكن أن نقوله بالنسبة للصحافة اليمنية؟ هذا اليوم هو يوم مقدس بالنسبة للصحفيين، يحتفل به صحفي العالم من أجل الحريات التي أسسوا مدامكها خلال الفترات الماضية. لكننا في اليمن ماذا نحتفل؟ هل نحتفل بأوجاعنا؟
نحتفل بمقتل 15 صحفيا منذ دخول الميليشيات إلى العاصمة صنعاء، نحتفل بأكثر من 82 عملية اختطاف للصحفيين، نحتفل ب 16 صحفيا مختطفين لدى ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء، وما يزال زميل صحفي آخر مختطف في المكلة لدى تنظيم القاعدة لا نعرف مصيره. نحتفل باختطاف الزميل وحيد الصوفي منذ أكثر من عام ولا نعرف مصيره حتى الآن في أبشع جريمة للاختطافات من وسط العاصمة صنعاء. نحتفل بإيقاف أكثر من 100 موقع منذ دخولهم إلى العاصمة صنعاء، إيقاف جميع هل نحتفل بالسيطرة على وسائل الإعلام الرسمية بقوة السلاح؟ هل نحتفل على بقصف التلفزيون من قبل الميليشيات لمدة 3 أيام متتالية؟ هل نحتفل على السيطرة على 15 قناة يعني إذاعية تابعة للدولة؟ كل مؤسسات الدولة الإعلامية تم السيطرة عليها بقوة السلاح، بماذا نحتفل؟ هل نحتفل بأوجاع الأمهات اللواتي يقفن أمام الأمن القومي والأمن السياسي للمطالبة بزيارة أولادهن الصحفيين المعتقلين؟ 4 من الزملاء المعتقلين يتعرضون للتعذيب اليومي من قبل الميليشيات، وتمنع عنهم الزيارة، يحبسون في زنازين انفرادية، بماذا نحتفل؟ هذه الأوجاع التي ذكرتها أستاذ نبيل يعني تؤكد أن ما يمر به اليمنيون هي مشاهد كثيرة وأليمة مكتظة بالأحداث. أستاذ نبيل يعني هذه المشاهد التي ذكرتها وربما أوجزتها بالأرقام، يعني لو بدأنا بنقاش يعني خطوة خطوة وبدأنا بوضع الصحفيين المختطفين، كيف وضعهم؟ كيف متابعتكم لهم؟ هل تستطيعون يعني معرفة أحوالهم؟ يعني أوجز لنا مثل هذه الحالة. النقابة تبذل كل جهدها في التواصل مع الجهات مهما كانت من أجل الحصول على معلومات من أجل الصحفيين، لكن للأسف الشديد هذه ميليشيات لا تحترم أي حقوق إنسانية ولا تحترم أي مواثيق أو عهود أو وعود مهما كانت. الأسر الصحفيين للأسف الشديد لا تستطيع الزيارة لهم، لا تستطيع زيارتهم أبدا. أيضا يتم تعذيبهم بشكل يومي، وهي معلومات حصلت عليها النقابة بشكل مؤكد. يتم تعذيب 4 من الصحفيين، توفيق المنصوري وعبد الخالق حمران وأكرم الوليدي، يتم تعذيبهم بشكل يومي حتى تسيل الدماء من رؤوسهم. أيضا يتم حبسهم في زنزانات انفرادية. كيف وصلتم إلى هذه المعلومات أستاذ نبيل؟ لدينا الكثير من المصادر التي اعتادت على التواصل معها النقابة. أحيانا لدينا مصادر خاصة تؤكد لنا الكثير من المعلومات في ضمن وسائل البحث عن الصحفيين. أيضا الزميل الصحفي وحيد الصوفي لا تزال أسرته حتى الآن منذ اعتقاله من وسط بريد العاصمة صنعاء حتى الآن لا تعرف عنه شيئا، ولم نستطع الحصول على أي معلومة تؤكد بأنه ما زال على قيد الحياة أو أنه معتقل. هذه الجريمة الأكبر والأبشع التي نتألم من أجلها بشدة. نعم، يعني هناك حالة اختطاف قسري وأيضا حالة تعذيب أستاذ نبيل، أليس كذلك؟ نعم. أولا أحب أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. نعم. حتى الصحفيين الذين تم اعتقالهم هو ليسوا معتقلين، هم مختطفين. نعم. لأن الاعتقال هو يأتي من جهة شرعية. نعم. نعم. لكن هؤلاء لم يتم اعتقالهم أو اختطافهم من قبل جهات لها علاقة بالدولة، هم ميليشيات قاموا باختطاف الصحفيين دون أي مسوق قانوني أو إنساني وأيضا حتى إداري. نعم. طيب أستاذ نبيل، يعني أيضا لو انتقلنا إلى الصحفيين الشهداء الذين قضوا نحبهم وهم يناهضون الميليشيا بالداخل، كيف يعني يمكن الحديث عن مثل هذه الحوادث؟ هم كانوا يؤدون أولا رسالتهم، لم يكونوا ضد أي طرف، لم يكونوا مع أي طرف، هم أرادوا أن ينقلوا الحقيقة، كانوا في وسط المعارك، نقلوا ما يحدث هذا الأحداث من وسط الميادين. الصحفيين اليمنيين هم أكثر الصحفيين معاناة، وأيضا هم أقل الصحفيين الذين يعني لديهم إمكانيات فيما يخص السلام المهنية. نعم. أيضا هم يستحقون وسام الشجاعة لأنهم قتلوا في الميدان، وأيضا لأنهم كانوا في الميدان. محمد اليمني
وأحمد الشيباني قتلوا بطريقة القنص المباشر لهم وهم يحملون شعارات الصحفيين. الزميل محمد طاهر أيضا تم إصابته وهو أيضا يحمل شعارات الصحفيين. كل الصحفيين الذين قتلوا وهم كانوا يغطون يعني في وسط المدينة. يعني لا زالت هذه الآلية أو العقلية لقتل الصحفيين منذ أيام 11 فبراير منذ الثورة الشبابية السلمية. لازلنا نتذكر كيف تم قنص الزميل الصحفي جمال الشرعبي. هذه الآلية هي نفس الآلية التي تقتل الصحفيين. نعم، يعني استهداف منهج لكل من يحمل كاميرا، على العكس يعني ربما حمله للكاميرا أو شارة صحفي تجعله هدف مطلوب أكثر. هذا لدى مثل هذه الميليشيات هي تعتبر الصحافة هي العدو الرئيسي، لأنها تنقل الحقائق وتنقل الجرائم التي يقومون بها على أرض الواقع. ولذلك حينما قال في 19 سبتمبر عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات، حينما قال أن الصحفيين هم الأخطر ولا الصحفيين والمثقفين هم الأخطر على كثير من المقاتلين في الميدان، عرفنا أن ما يحصل للصحفيين هو ممنهج، وأن ذلك هي وأن هذه هي دعوة للقتل. نعم، سأعود عند هذه أو هذا مثل هذا التصريح أستاذ نبيل بعد لحظات، ولكن ينضم معنا أيضا الأستاذ مروان دماج نائب وزير الإعلام من الرياض. مساء الخير أستاذ مروان. أهلا، مساء النور أستاذ مروان. يعني كنقابي سابق وزير ونائب وزير عفوا، الآن كيف ترون وضع الصحافة اليمنية خاصة يعني في مثل هذا اليوم العالمي للصحافة؟ احنا لدينا الآن مثال واضح لوضع الصحافة في البلد، هو أنه هناك 14 صحفي تم اعتقالهم من قبل ميليشيات الحوثي وتعرضوا للتعذيب وتحولوا مادة للمساومة السياسية. هذا هو يعني الحالة في الوضع الصحافة في البلد. إذا كان الصحفي أصبح مادة للمساومة اعتقاله ويصبح أداة للمساومة السياسية، أعتقد أنه الانتهاك هذا كان غير مسبوق سواء في اليمن أو غير مسبوق أيضا. هي تجارب قليلة في العالم التي استخدمها في الصحفيين كمادة للمساومة. نتحدث عن وضع الصحافة في البلد. عمليا هو تم بشكل مقصود تم تجريف الحياة، ما كان هناك من حياة صحفية ومن تنوع صحفي، وبالتدريج وبالوجبات بدأ الأمر بالصحافة، استهداف الصحافة التجمع اليمني للإصلاح، ثم استهداف الصحافة المستقلة، ثم استهداف الصحافة الحزبية التي كانت باقية وهي صحافة التجمع الوحدوي الناصري وصحافة الحزب الاشتراكي. عمليا كان قبلها قد تم الاستيلاء على الإعلام الرسمي بشكل عام. عمليا هو تم مصادرة العمل الصحفي برمته. العمل الصحفي بمعنى ليس فقط المؤسسات. نعم، يعني كما ذكر وسائل الإعلام. نعم، كما ذكر التقرير يعني في بداية الحلقة يوم عالمي للصحافة، بلا صحافة في اليمن. لكن أستاذ مروان، يعني أنتم في وزارة الإعلام ضمن حكومة الشرعية وأيضا تفاوضون في الرياض، هل قدم ملف حالات انتهاكات الصحفيين من ضمن الملفات التي قدمت؟ الملف الانتهاكات الصحفية هي قدم أكثر من مرة. نعم. هو قدم أولا إلى مجلس الأمن برسائل رسمية من نقابة الصحفيين ومن الاتحاد الدولي للصحفيين، وقدم إلى الممثل الأمين العام ولد الشيخ بأكثر من رسالة وأكثر من تقرير. لكن هل قضايا الصحفية مطروحة بشكل جاد على طاولة المتفاوضين؟ أنا أعتقد أنه ليس الأمر كذلك للأسف، لأنه الحرب هي أكبر اعتداء على الإنسان وعلى الحريات. فأحياناً الأطراف المتفاوضة ترى أنه الصحافة مسألة الحريات، مسألة الصحافة مسألة متأخرة أمام الهول وأمام الحروب وفضائعها فتؤجلها، لكني أنا أظن أنه هذا هو تقصير قائم. نعم، هل تلقيتم أي ردود فعل من قبل المنظمات التي قدمتم إليها هذه الملفات؟ رسائل كنا بعثناها وعبر السفير الألماني في صنعاء، وتضمنت أسماء الصحفيين الذين تعرضوا للتعذيب والصحفيين المعتقلين،
وتم بعثها إلى الفريق الحوثي، وتم بعثها إلى الممثل الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم برعاية المشاورات. وكان الرد سلبي، وكما فهمت أنا أنه الرد كان من جانب الميليشيات كان الرد سلبي تماما تجاه قضية الصحفيين، ولم يظهر أي موقف إيجابي. وكان هناك الوسيط في هذا الموضوع هو السفير الألماني في صنعاء، الذي كان يظن أو يعتقد أنه لديه صلة طيبة مع الجماعة وأنه قادر على التأثير، وكان يبدو متفاجئا أيضا فيما يتعلق بمقدار الانتهاكات التي تعرض لها الصحافة والصحفيين في البلد عموما. نعم تفضل. نعم طيب أستاذ مروان، يعني بالنسبة للصحفيين يعني الذين أصدرت الميليشيا بحقهم أمر توقيف للرواتب، هل من سبل معالجة مشاكلهم؟ خاصة أنت تعلم يعني ليسوا فقط من أوقفت رواتبهم، هناك كثير من الصحفيين الذين سرحوا من وظائفهم التي أغرقت والتي شردوا بسبب الأحداث، وأيضا لم يكتفوا بذلك وإنما وصموا بقائمة العار كما تسميها ميليشيا. طبعا الميليشيا هي هو طبعا العدد الصحفيين اللي تضرر هو عدد كبير جدا. نعم. الذين فقدوا اعمالهم هم بالعشرات والمئات، الى جانب من انتهكوا اعتقلوا وطردوا او تعرضوا لمحاوله اغتيال. نحن نتحدث عن وسط صحفي كامل تم المساس بمصدر دخله، اما عبر اغلاق مؤسسات الاعلاميه ومصادرتها ونهبها والاستيلاء عليها، أو عبر قطع رواتبهم بالذات الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الحكومية التي تقع تحت سيطرة الميليشيا. هناك عدد كبير جدا، وهناك استخدام متعسف لكل ما هو قائم من في القانون أو في الأنظمة واللوائح. ما الذي تم معالجته؟ حقيقة المعاناة الصحفيين مستمرة، الصحفيين بدون موارد، ولم يقم أي طرف سواء في الحكومة أو خارج الحكومة في التوفير أي موارد. لماذا أستاذ مروان رغم أن الواسعة التي تضررت؟ نعم، رغم أن ربما هم تضرروا لتسجيلهم موقف ما، وكان بإمكانهم الصمت أو الحياد، يعني يفترض يعني بالحكومة أن تكون أكثر انتباها لمثل هذا الأمر. هم الآن هم حملت رسالتها، يعدوا هم طبعا الصحفيين هم اولا كانوا في مقدمه من واجه تغول الميليشيات وخاض معها معركه وقام بفضحها، سواء بفضح المنطقه الكاذب والمتهافت التي تقوم عليها الفكره الميليشيويه والتي قامت بمصادره الحياه السياسيه واقحام البلد في حرب اهليه بشكل غير مفهوم وغير مسبوق ودون تقدير للعواقب ولنتائج أفعال من هذا النوع، إقحام البلد في حرب أهلية، والآن البلد يعني أمام خيارات يعني مستقبلية نحن نقول غامضة وخطيرة. نعم. في نفس الوقت الذي لم تكن هناك جهة قادرة، ليس لديها أولا غير قادرة، لم تكن هناك جهة سواء حكومية أو غير حكومية لديها القدرة ولديها الاهتمام الكافي، وهي في وضع مالي وفي وضع يمكنها من أن تدعم هذه الشريحة. نعم. من شريحة الصحفيين للأسف لم يكن هناك جهة أخذت على عاتقها وتحملت هذه المسؤولية. نعم. بشكل ناجح. إذن شكرا جزيلا. تفضل. تفضلي. يعني إذا لم يكن لديك أي شيء فشكرا جزيلا لك أستاذ مروان دماج. شكرا. نعم. مرحبا بك مروان دماج نائب وزير الإعلام عبر الهاتف، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. عودة لك أستاذ نبيل، استمعت لحديث الأستاذ مروان خاصة فيما يخص الصحفيين الذين ربما لم تصلح يعني تحسن أوضاعهم حتى الآن بعد قطع رواتبهم من قبل ميليشيا الحوثي، والذين شردوا ربما يعني أنت أدرى بحالهم بحكم وجودك في نقابة الصحفيين، فمسائلهم تصل إليك أولا بأول. أولا حي الزميل العزيز الأستاذ مروان دماج الأمين العام لنقابة الصحفيين ونائب وزير الإعلام.
لكنني أقول شيئا واحدا، الحكومة أو الممثلة للشرعية بوزارة الإعلام لم تلتفت تماما للصحفيين ووضعتهم في آخر سلم أولوياتها. لا أدري ما الذي يفعله وزير الإعلام حتى الآن، هو يقود معارك ضد الصحفيين، يحقق مع الصحفيين، يظهر من القنوات من قناة إلى أخرى، لا يتحدث إلا بالجانب السياسي، لكنه لا يهتم حتى الآن بأوضاع الصحفيين. سنترك الصحفيين الذين في الداخل لوضعهم، لكن الصحفيين الذي أيضا العاملين لدى شرعيته والعاملين تحت إدارته إلى الآن الشهر الخامس وهم بدون مرتبات، لم يستلموا حتى مستحقاتهم. ما الذي يحصل في وزارة الإعلام؟ لماذا لم تنتبه، أو لماذا لم إلى الآن منذ بداية الحرب لا يوجد لدى حكومة الشرعية ووزارة الإعلام أي استراتيجية لمواجهة تلك الميليشيات إعلاميا؟ هذه من الكوارث التي حلت باليمن. أيضا نعم الصحفيين في الداخل الذين يناضلون من أجل الوقوف أمام تلك الميليشيات لا أحد يلتفت إليهم، الجرحى من الصحفيين لا أحد يلتفت إليهم. ما الذي تفعله وزارة الإعلام في حكومة الشرعية؟ نعم يعني طيب أستاذ نبيل، ربما يعني يكون لكم أنتم كنقابة، نعلم أنها يعني شبه موقفة بحكم سيطرة الميليشيا عليها، ولكن من هم في الخارج لا يستطيعون تحريك هذا الملف، خاصة يعني وأنت تعلم أن الصحفي ربما في اليمن هو من أقل الرواتب التي يمكن الحصول عليها، وضعه المادي ليس بذلك الوضع الذي يمكن الحديث عنه، لا توجد ضمانات، لا توجد يعني أي تأمينات تخص الصحفي، فكيف يمكن تحريك مثل هذا الملف؟ يعني ألا نكون نحن والزمن عليهم كما يقال. المعاناة التي يعيشها الصحفيين هي معاناة مركبة. أولا إذا كانت رواتبهم ضعيفة أو ما إلى ذلك فهي على الأقل متواجدة، لكن ما يحصل الآن هو تم القطع الرواتب على العديد من الزملاء في وكالة سبأ، في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وفي الفضائية وفي الإذاعة وفي مؤسسة الثورة، هؤلاء تم قطع كثير من قطع رواتبهم تماما. تم تسريح أكثر من 300 موظف في إذاعة صنعاء وإعادتهم إلى منازلهم، تم تسريح أكثر من 400 موظف في الفضائية اليمنية وإعادتهم إلى منازلهم، تم تسريح عدد من الموظفين في مؤسسة الثورة. هذه الكارثة. أيضا هناك كارثة كبيرة يبدو أن الكثير لا يغفلها تماما، الكثير من الزملاء، أغلب الزملاء في العاملين في المؤسسات الإعلامية الأهلية والمستقلة الصحفية والقنوات الفضائية بما فيها قناة بلقيس، نعم زملائكم الذين كانوا يعملون معكم في مكاتبكم في صنعاء، في صنعاء هؤلاء كلهم فقدوا وظائفهم. هناك جيش من الصحفيين الذين فقدوا مصادر رزقهم، من الذين كانوا يعملون مع القنوات المستقلة، مع الصحف المستقلة والأهلية والحزبية، هؤلاء توقفت رواتبهم تماما، لا أحد يمنحهم، بحكم أنه المؤسسات تم الاستيلاء عليها، تم الإيقاف كثير من المؤسسات، تم الاعتداء عليها، نهبها، نهب كل أموالها، وحتى الكاميرات وحتى المكاتب وحتى الكراسي لقد نهبوها ومنحوها لصحفهم التافهة. نعم هناك حتى على أيضا، نعم تفضل. هناك أيضا نقطة مهمة ستشعرون بها بهذه الكارثة قريبا، جيش الدخلاء من الصحفيين الذين ضخ بهم جماعة الحوثي في المؤسسات الإعلامية في وكالة سبأ وفي المؤسسات الرسمية مثل مؤسسة الثورة وأيضا والإذاعة والتلفزيون، وأيضا من خلال تفريغهم لوسائل إعلام أو لصحف تتبعهم. هؤلاء هم جيش من الصحفيين من الدخلاء على المهنة، سوف يزاحمون الصحفيين على مصادر الطين في المرحلة القادمة، سوف تظهر الكارثة عندما تسقط الحرب أوزارها، وحينما يظهر الكثير من الدخلاء بأنهم مسيطرون على كثير من مرافق الدولة. من الذي عين الزملاء في من الذي عين قيادات للمؤسسات الإعلامية سوى الحوثيون؟ اليوم خرجت مظاهرة في مؤسسة أو وقفة احتجاجية في نعم مؤسسة الثورة من الزملاء جراء تعرضهم للتعسف، أنا أحييهم كعضو في نقابة الصحفيين وكنقابة الصحفيين أنهم خرجوا في مثل هذا الوقت وفي مثل هذه نعم الفترة إنها شجاعة. أمام الميليشيات التي لا تعرف أي شيء سوى الدمار.
صحيح أستاذ نبيل، يعني تحدثنا عن الصحف والقنوات التي تم إغلاقها ومصادرة ممتلكاتها، ولكن يعني لو تحدثنا عن العبث في إرشيف أيضا إعلام الدولة اليمنية والذي تم من قبل ميليشيا الحوثية، يعني هناك محور المواد والوثائق المتعلقة بأدبيات الجمهورية المناهضة للإمامة، فمثلا إذا أراد الشخص أن يبحث عن رواية الرهينة في موقع الصحيفة لا يجده رغم أنه كان موجود في السابق، فما بالك بالأفلام الوثائقية والأشياء التي هي الآن تحت أيديهم؟ سأقول، ذكرتوني بهذه المعلومة المهمة، سأقولها وأتحمل مسؤوليتها، وهي عن معلومات أكيدة. لقد تم نهب الذاكرة الإذاعية في إذاعة صنعاء للميليشيات، وتم نسخ كل ما فيها لصالحهم. أيضا الإرشيف التلفزيوني الأقدم في عدن في الجزيرة العربية الأقدم تم نسخه ونهبه. أيضا في التلفزيون الفضائية اليمنية في صنعاء تم نهبه والاستيلاء عليه. التوجيه المعنوي وصحيفة 26 سبتمبر وما فيها من المعلومات الصحفية، أنتم تعرفون أن هناك كان هناك إرشيف كبير لدى التوجيه المعنوي وصحيفة 26 سبتمبر، أين ذهب حتى الآن؟ لقد تم اختطافه وتم الاستيلاء عليه بشكل كامل. نعم، طيب يعني مثل هذه الأحداث أستاذ نبيل كيف يمكن التصرف معها حيال ذلك، خاصة يعني في مسألة الصحافة الدولية؟ اسمح لي أن أستمع منك لإجابة هذا السؤال ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، كنا نتحدث عن ما تم نهبه من قبل ميليشيا الحوثي في أكثر من مكان، ليس فقط في المؤسسة العامة للتلفزيون والإذاعة، أيضا التوجيه المعنوي وبعض الصحف كما تفضلت. كيف يمكن محاكمة مثل هذه المسائل، خاصة إذا بإذنه تعالى إذا ما عادت الأمور إلى نصابها، كيف هل يمكن استعادته إذا لم يتم العبث به؟ كيف يمكن التصرف حيال هذه الذاكرة الوطنية المنهوبة؟ لقد نهبوا بلدا كاملا بكل مؤسساته ووزاراته ومرافقه وبكل شيء. لقد نهبوا القيم والأخلاق، لقد نهبوا الحريات. ما يحدث في اليمن هو كارثة لم تمر على الشعب اليمني منذ عصور خلت. منذ الإمامة ما يحدث الآن هو أكبر كارثة للشعب اليمني. اليوم صحيفة الثورة تنشر في صفحتها الأولى والأخيرة غلافا يتحدث عن شهيدهم القائد، ويؤلهونه ويقولون فيه ما لم يقال في النبي: إنا أرسلناك رحمة للعالمين. أي بشاعة وأي دناءة حصلت بذلك؟ لقد أراد علي عبد الله صالح حينما استعان بهذه الميليشيات القبيحة أن يقول أنه كان الأفضل، وأن الحريات التي في عهده كانت الأفضل. هو يظهر قبحه بقبح، يخفي قبحه بقبح أشد منه. نعم. ما يحدث الآن لم يحدث حتى منذ فترة علي عبد الله صالح، بأن وضعت صور وميليشيات بهذا الشكل. تم تغليف صحيفة الثورة بصورة زعيمهم. ما الذي يحدث في اليمن سوى كارثة لم تحل من قبل؟ ومع ذلك المنظمات الحقوقية الدولية وأيضا منظمة العفو الدولية ذكرت هذا يعني في تقاريرها حجم الاعتداءات. مراسلين بلا حدود وضعت اليمن ضمن الدول الأربع الأخطر على الصحفيين في العالم، بما فيها سوريا وليبيا واليمن والصومال. بمقتل 15 صحفيا أصبحت اليمن هي الدولة الأخطر في العالم. نعم، اسمح لنا أستاذ نبيل أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ خالد الحمادي الصحفي ورئيس مؤسسة حرية للحقوق الإعلامية. مساء الخير أستاذ خالد. مساء النور أستاذ خالد. يعني ونحن نتحدث عن اليوم العالمي للصحافة، كيف تنظر إلى هذا اليوم خاصة يعني في وضع الصحفيين اليمنيين؟ في الحقيقة الحديث عن حرية الصحافة في اليمن في الوقت الراهن أصبح نوع من الرفاهية والترف الفكري في ظل الوضع الراهن الذي أصبح فيه يعني أكبر طموح للصحفي أن يحظى بالحق في الحياة فقط، لا أن يطمح في حرية الصحافة أو بعمل صحفي، بحيث كما تعرفون
سبب انهيار الدولة، يعني خلفت أو انهيار الدولة خلف وراءه انهيارا كبيرا في كل شيء، يعني وفي مقدمتها المؤسسات العاملة في مجال الإعلام، وخلقت وضعا كارثيا على الحياة العامة والخاصة. يعني أصبح في ظل هذا الوضع أصبح الصحفيون يتطلعون لدولة ولو كانت ديكتاتورية تسلطية، لأنها تظل أهون وأفضل بكثير من اللا دولة الذي هو قائم الآن في اليمن. نعم. طيب أستاذ خالد، يعني قائمة الانتهاكات طويلة والإحصائية أيضا مليئة وموزعة ما بين صحافة، تلفزيون، إذاعة، مواقع إلكترونية، وأيضا ما بين حالة اختطاف وانتهاك وقتل للأسف الشديد. أنتم يعني كمؤسسات حقوقية خاصة بالإعلاميين، كيف يمكن أن تعملوا في هذا الشأن وتنقلوا هذه الرسالة للمجتمع الدولي؟ طبعا نحن في مؤسسة حرية كمؤسسة رائدة في موضوع الرصد الصحفية في اليمن، اضطررنا إلى التوقيف أو إلى تجميد عملها منذ أكثر من عام حقا، يعني لأنه لم نعد قادرين على ممارسة العمل في العاصمة صنعاء. اضطررنا إلى تجميد عملها تماما مع الاحتفاظ ببعض يعني المراقبة للوضع عن بعد في محاولة يعني ولو متواضعة إطلاع المنظمة الدولية على الوضع الكارثي الراهن في اليمن حيال حرية الصحافة وحرية الإعلام في ظل الغياب الكامل وفي ظل يعني الغياب الكامل للمؤسسة الإعلامية في القائمة في العاصمة صنعاء، حيث تم يعني مغادرتها من أغلب أو من كافة المؤسسات الإعلامية، وكما غادرها أغلب الإعلاميين، ولم يبقى في صنعاء في الوقت الراهن سوى الإعلام الحوثي وحليفه التابع للنظام السارق، كما لم يبقى فيها من الصحفيين والإعلاميين سوى الموالين لهم. فعن أي حرية صحافة نتحدث يعني في ظل هذا الوضع؟ يعني نحن نتألم كثيرا على الوضع الذي وصلت إليه اليمن فيما يتعلق بحرية الصحافة، على الرغم من أنها كانت حققت قفزة كبيرة بعد ثورة الربيع العربي بعد 2012. نعم. طيب أستاذ خالد، يعني كيف تقيم أداء المنظمات الدولية وأيضا النقابات الخاصة بمسألة الحقوق والحريات التي تعنى بحرية الصحافة، خاصة في ظل تقييم الوضع الصحفي بأنه الأسوأ الذي مرت به اليمن؟ الميليشيا الحوثية يعني أخذت المرتبة الثانية بعد داعش في مسألة انتهاك حريات الصحفيين، نحن في المرتبة 170 في مسألة الحقوق والحريات. كيف تجد تفاعل العالم مع مثل هذه القضايا؟ نعم، كما أشرت في التصنيف العالمي لحرية الصحافة في العالم، يعني جاءت اليمن في المرتبة الثانية عربيا، يعني بعد الوضع في سوريا حيث يتعرض الصحفيين هناك من قبل داعش ومن قبل النظام في سوريا. التصنيف العالمي لليمن يعني تراجع بشكل كبير جدا، يعني بمعنى انه جاء في المرتبه 170 من اصل 180، يعني لم يسبقه سوى 10 دول فقط، يعني ورغم انها كانت حققت تقدما كبيرا خلال السنوات الماضيه. طبعا الاشكاليه الكبيره انه حتى هذا التصنيف اتوقع من خلال حجم الانتهاكات على الارض، من خلال عدد القتلى للصحفيين اليمنيين، من خلال حجم المعاناة والمأساة التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن، أعتقد حتى قد يكون هذا التصنيف غير منصف مقارنة بالوضع في اليمن بين الدول الأخرى. قد يكون اليمن أسوأ بكثير من الدول الأخرى التي جاءت بعد اليمن في التصنيف العالمي. المشكلة الكبرى هنا أيضا أن المنظمات الدولية المعنية بحريات الصحافة، المعنية بحقوق الإنسان، لم تعطي الوضع المأساوي في اليمن حقه الكافي في المتابعة وفي الرصد وفي يعني الاهتمام الكبير، ربما بسبب الوضع الأمني، بسبب انقطاع وسائل التواصل مع الوضع في اليمن، بسبب انقطاع أو حصر وسائل الانتقال لليمن إلا عبر العاصمة صنعاء، حيث يسيطر المتمردون الحوثيون على كل شيء فيها. فهذا ربما أسهم بشكل كبير جدا على
انقطاع اهتمام المنظمات الدولية بالوضع في اليمن، حيث خرج عن التغطية تماما يعني، وهذه المشكلة الذي يضاعف المأساة في اليمن ويضاعف المعاناة على الصحفيين، خاصة أن يعني نقول أغلبهم اضطروا إلى مغادرة العاصمة صنعاء. الكثير المئات من الصحفيين اليمنيين تشردوا في الأرجاء سواء داخل اليمن أو خارج اليمن، يعني أصبح الكثير منهم لا يجد ما يعيل به نفسه ويعيل به أسرته، يعني بعضهم أيضا يعني عجز عن اللحاق بأهله أو عن لم الشمل بأسرته منذ أكثر من عام، وهذه إشكالية كبيرة حاليا يعني. لا يقتصر معاناة الصحفيين اليمنيين عند عملية القتل أو الاختطاف، بل يتعدى إلى ما هو أسوأ من ذلك بكثير أيضا. نعم أستاذ خالد، يعني أنت تحدثت أنه لم يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار، لماذا برأيك؟ خاصة يعني كان معنا الأستاذ مروان دمج نائب وزير الإعلام، وتحدث أيضا أنهم قاموا ببعث رسائل كثيرة إلى مجلس الأمن وإلى ميليشيا الحوثي وإلى أكثر من النقابات، وكانت الردود سلبية أيضا، يعني لم يكن هناك ذلك التفاعل. لماذا برأيك يعني ينظر للصحفي اليمني هذه النظرة، رغم أننا نعلم أن العالم قد يتحرك لأجل إيقاف صحيفة أو يعني إغلاق موقع؟ هو في الحقيقة نحن لا نعرف لماذا حتى الآن ينظر إلى اليمن نظرة هامشية حتى بما فيها الحرب. الآن الحرب قائمة في اليمن، ويعني انتهاكات كبيرة على الإنسان في اليمن في مختلف المحافظات من قبل ميليشيا الحوثي والمتمردين ومن يقف وراءهم من قوات النظام السابق، إلا أنه حتى الآن ينظر إلى اليمن نظرة هامشية، يعني ناهيك عن الاهتمام بالجانب الصحافة. الحقيقة أن نقابة الصحفيين اليمنيين ظلت هي الصامدة فيما يتعلق برصد بعض الانتهاكات الصحفية في اليمن، ولكن حتى الآن رغم كل الجهود التي تقوم بها تظل أيضا الجهود قاصرة، ولا تستطيع أن يعني تقوم بكل الواجب يعني في هذا المجال، حيث يعني اقتصر عملها حتى الآن في عملية رصد بعض الانتهاكات الكبيرة. ربما عدم تفاعل المنظمات الدولية، لا أدري، بسبب النظرة السياسية الدولية للوضع في اليمن، ربما أحيانا تتبع سياسات الدول الكبرى في بعض الأحوال أو في بعض الأحيان، أحيانا بعضها تتبع أيضا توجهات الأمم المتحدة إلى حد كبير، فهذه إشكالية. يعني أصبحت نشعر بأن هناك نوع من المحاباة للسلطة القائمة أو ما يسمى بسلطة الأمر الواقع، بمعنى أنهم لا يحاولوا قدر الإمكان أن يزعلوها أو يعني أو حتى الآن يحاولوا يأخذوا بخاطرها حتى لا يفقدوا علاقتهم بها، يعني من أجل الحصول على بعض التسهيلات في بعض المنظمات الحقوقية الدولية، يعني تحاول أن تحافظ على علاقات وطيدة مع الحوثيين من أجل السماح لبعض مندوبهم بالوصول إلى صنعاء. وللأسف الشديد بعض المنظمات الحقوقية الدولية قامت بزيارات ميدانية للعاصمة صنعاء وللكثير من المدن والمحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، بينما لم تقم حتى الآن بأي زيارة لما يتعرض له المدنيون في تعز، لما تعرض له المدنيون في عدن، لما تعرض له المدنيون في أبين وفي حضرموت وفي بقية المحافظات التي عانت وتعرضت لمآسي ومجازر كبيرة جدا من قبل الميليشيا الحوثية والمتمردين ومن قبل أيضا الجيش الموالي للرئيس السابق. فهذه إشكالية كبيرة حقا، وبالتالي القصور القائم لدى المنظمات الدولية، يعني ربما نشعر نحن كيعني مراقبين محليين بأن هناك ربما تكون إجندات خفية وراء هذا التجاهل للوضع المأساوي في اليمن، وبالذات ما يتعلق بحرية الإعلام والمآسي التي ترتكب ضد الصحفيين اليمنيين. إذن شكرا جزيلا لك الصحفي خالد الحمادي، رئيس مؤسسات حرية للحقوق الإعلامية، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ نبيل، استمعت لحديث الأستاذ خالد، يعني تحدث عن أن هناك ربما لعبة خفية تدار من قبل المنظمات، وأن هناك تهميج غير عادي للصحافة اليمنية، ليس فقط للصحفيين اليمنيين وما يحدث لهم من انتهاكات، وإنما أيضا على مستوى الأحداث السياسية والحرب الدائرة وقتل المدنيين بصورة غير مسبوقة. سؤالي، أين هو دور الاتحاد الدولي للصحفيين أستاذ خالد تجاه حرية الصحافة في بلادنا؟ أستاذ نبيل، عفوا. تفضل. أولا هناك شيء أو نقطة مهمة جدا فيما يخص المنظمات الحقوقية العاملة في اليمن. هناك نوعين من المنظمات للأسف الشديد،
الأب التي بعضها ارتأت أن تنأى بنفسها وأن توقف أعمالها وأن تسكت عن ما يحدث، وبعد أن كانت لديها أنشطة وقامت بالتواصل مع كثير من المنظمات ارتأت أن تسكت من أجل الحفاظ على أثاثها وبعض مكاتبها وكراسيها. نعم. وهذه إحدى الكوارث. إحدى البقية من المنظمات للأسف الشديد وهي الأبشع التي ارتأت أن تسير وفق سلطات الأمر الواقع وأن تصبح منظمات للانتهاكات تبرر لهذه الانتهاكات وأيضا تقوم بالتحايل على الانتهاكات وتقديمها بصورة أخرى. وأيضا الزملاء الذين كنا نتوقع أنهم كانوا رواد للعمل الحقوقي أصبحوا الآن يبررون لتلك الميليشيات من أجل ماذا؟ من أجل عدم نهب ممتلكاتهم، عدم إيقافهم. كل المنظمات الحقوقية بما فيها نقابة الصحفيين تم إغلاقها وإيقافها وتم الاعتداء عليها. أنا أحيي الزملاء الذين فقدوا أعمالهم وفقدوا منظماتهم بما فيها المركز الإعلام الاقتصادي الذي تم اقتحام المؤسسة ونهب كل ما فيها وهو ما زال يناضل من أجل هذه بقية المنظمات التي ارتأت أن تسكت أو تنأى بنفسها. أقول لهم شيئا واحدا، إذا لم تتحدثوا الآن عن الصحفيين وعن المعتقلين وعن الجرحى وعن الأوجاع التي يتعرض لها الشعب اليمني فمتى؟ نعم، خاصة أستاذ نبيل أنها مؤسسة إعلامية، هذا هو دورها، يعني ليس دورها الصمت أو المحافظة على ممتلكاتها. أستاذ نبيل، أنت تحدثت عن نقطة مهمة وهي الصحفيين الذين استغلوا الوضع والذين ربما استفادوا من هذه المرحلة سلبا، استفادوا أيضا من اقتحام الصحف والقنوات، وشاهدنا يعني افتتاح قنوات وأيضا صحف من هذه المسروقات، وهناك من برروا للقمع وهناك أيضا من أعطوا أفكار للميليشيا بخصوص زملائهم الصحفيين دون مراعاة أو اعتبار لحقوق الزمالة المهنية، ما الذي تقوله عنه؟ كثير في هناك بعض الزملاء للأسف الشديد هم من قدموا قوائم للاعتقالات وهم من برروا الاعتقالات وهم من وجهوا تلك الميليشيات بالاعتقال أو بالقتل أو من وضعوا قوائم الخطر أو من وضعوا الصحفيين في قوائم العار. كثير بعضهم للأسف الشديد هم الآن يعملون في وسائلهم الإعلامية في صحفهم بأدوات مسروقة. تم نهب الكاميرات وكل شيء. نعم، أستاذ نبيل، يعني حتى استولوا على مؤسسات ومطابع. نعم، حتى استفيد من بقية الوقت أستاذ نبيل، كيف تجد مستقبل الصحافة اليمنية في ظل ما دفعته من ثمن باهظ من أجل حرية التعبير؟ المجد للصحفيين، المجد لأصحاب الرسالة الحقيقية، المجد لكل من قال صوته في أمام وجه هذه الميليشيات القبيحة. هؤلاء الذين سيخلدون في التاريخ، 15 صحفيا سوف يخلدهم التاريخ، المعتقلين سوف يخلدهم التاريخ. لقد أصبحوا يعني رمزا من رموز العمل الصحفي في اليمن وهم يناضلون ومن أجل إظهار الحقيقة، لم يستسلموا. الزميل حسين العنسي اعتقل ووضع في معتقل مع قابل والذي تم استهدافه ووضعه كدروع بشرية وأصيب هذا الزميل، وخرج وعاد إلى نشاطه من أجل مواجهة تلك الميليشيات. هؤلاء هم الرجال الحقيقيين في الميدان. الزملاء الصحفيين الذين خرجوا وأصيبوا في الميدان والذين قتلوا، هؤلاء هم تاج على رؤوس كل الصحفيين. نعم صحيح. المستقبل لن يكون بيد تلك الميليشيات. المستقبل للحقيقة لأصحاب النفس الثوري. نعم. لأصحاب الحق، هؤلاء هم المستقبل. شكرا. نعم. وليس تلك الميليشيات. نعم، الأستاذ نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين، شكرا جزيلا لكم، كنت معنا عبر سكايب من سويسرا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، كما تفضل الأستاذ نبيل، المجد للصحفيين، المجد للقلم والمجد لحرية الكلمة والتعبير. شكرا لمتابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.